سنعود الآن إلى زميلنا ليث بزاري في الدوحة موفد العربية لأيضا يطلعنا على الأجواء هناك. طبعا ليث، حتى الآن التعادل السلبي سيد الموقف بين فريق السلساو البرازيلي وبين الفريق الكاميروني. أيضا هناك مباراة صربيا وسويسرا هي أيضا ستحدد من سيتأهل، وستحدد أيضا إذا الكاميرون أيضا ستتأهل بحال ربحت اليوم أو فازت على البرازيل. وإنما الأجواء لديك الآن. الأجواء كلها تركيز يا ميسون، الصمت هنا، الجميع يعني ينتظر قبل سماع النتيجة إذا كان على الجوال أو لا، أو مشاهدة النتيجة، سماع الصريخ داخل استاد لوسيل هنا في الدوحة. فالكثير يعني ينتظر على أحر من جمر مثل ما بنقول ما يحدث داخل الاستاد. هناك فتيات عربيات بتوقع، أنتم من وين؟ لبنان. أهلا وسهلا. طب أنت بتشجع البرازيل، ليه مش ما فايتة على استاد تحضر المباراة؟ لأنه تأخرت صراحة على الماتش، لأنه كنت عم بحضر أوروغواي وغانا، فتأخرت على الماتش. That's نعم. why. هلا أنت من مشجعين غانا أوروغواي ولا مشجعين البرازيل؟ هلا أنا صراحة من مشجعين إيطالي طليان، بس لأنه ما في هلا فبشجع برازيل أرجنتين. شو رأيك رح تكون النتيجة لحد هلا؟ زميلتنا ميسون بتقول 0-0. 2-0 للبرازيل. 2-0 للبرازيل؟ أوف، أوكي. شوف هاي الأجواء ميسون، يعني الجميع هون في شوية قلق. إذا هو حقيقة ليث من الصعب التوقع خسارة للبرازيل، يعني الكل دائما يضع أمله في هذا الفريق العريق والكبير. يعني الكثير من المشجعين نعم الكثير من المشجعين يعني يحاولون إرسال رسائل نصية إذا كان أحد من أقاربهم أو أصدقائهم داخل استاد حتى يعرفون ما يحدث هناك في لوسيل، في استاد لوسيل. والجميع هنا طبعا ينتظر ويحاول أن يكون يعني هناك، بتحسي أنه في كثير من التفكير العميق فيما يحدث داخل الاستاد. على كل حال، هذا المونديال يا ليث هو مونديال المفاجآت، المفاجأة الكبرى أيضا يا ليث يعني هو الأداء الأسيوي هذه المرة في هذا المونديال. الجميع طبعا هناك نقاشات سياسية رياضية بين الكثير من المشجعين عن دور هذا اللاعب أو كيف لعب في هذه المباراة. هناك من يعرف الآخر على لاعبي منتخب بلده إذا كان يعني شهادة مشجعين سعوديون يقومون بالحديث مع مشجعي المنتخب المغربي ويتكلمون عن حكيمي وغيرهم. هذا يعني هذه هي الأجواء هنا، وبصراحة يعني أجواء رياضية بحتة ميسون. يعني ليث يبدو بأنك لا تسمعني، وإنما انتهى وقت هذه المقابلة. سنعود إليك خلال هذه النشرة أو في النشرات اللاحقة. شكرا لك ليث بزاري.